الدار. صافي باقي لنا شي ساعه دابا هذه 11 غادي نجمعوا حويجاتنا وتشوفوا الرياض اللي جالسين فيه كيفاش. زيد أرغان جميع الزيوت عندهم. هذا المسك الابيض، هذا العنبر، هذا العنبر غري، المسك نوار، فاني، ميلف. عندو واحد الزيت كنت سبق لي ديتو بحال الكيراتين من الشعر، كيرطب الشعر بزاف. هادي عملها كريم ايدغاتون بالكاروت، وتقدر تتشمش بيها كطيك لون مزيون، وتقدر حتى تدوش عاد تعملها تابليكيها كطيك ايدغاتون. هادي هنا نكون هيك عندي هادي فيها الموسك والعنبر والقرفان، وهذه فيها العود الاسود، وهذه فيها العود الاسود والورد. هذه ميديتاسيون يعني مخلط. شنو فيها هذه؟ شنو حاطه فيها؟ كل شيء. كل شيء هناك. كنقول لها ميديتاسيون عندك هذه العنبر والصدر والعود. هذه العنبر، العنبر واللبن، هذا العنبر بوحده. شاوني ضروري نجربوه، دجاج شويه.
بما اننا حبابي جينا لمدينه بشاون فضروري نديرو زياره للقصبه اللي كرجع تاريخ بنائها الى القرن الخامس عشر للميلاد، وكتعد القصبه من المعالم المميزه بمدينه شفشاون، وكتتواجد في ساحه بوطا حمام، وكتعد هي من نواه المدينه حيث انها من اولى المباني اللي نشات بها. من الناحية المعمارية فهي مبنية على التراث الأندلسي، وساحة داخلية كتكون من حديقة كبيرة فيها حوضان، وكيتواجد فيها كذلك المتحف الأثنوغرافي اللي كيضم المتحف عدد كبير من القطع والتحف الأثرية اللي كتمثل ثقافة مدينة شفشاون. يمكن لك تجي داخل المتحف حلي وأزياء تراثية وأدوات موسيقية وكذلك منزلية. يمكن لك أيضا الاستمتاع بمشاهدة منظر بانورامي لمدينة شفشاون، فاللي عليك غير تطلع لفوق البرج وتشاهد المدينة الزرقاء من فوق. بالنسبة لتوقيت العمل فهما كيخدموا يوميا من غير الحد والثلاث. بالنسبة للدخول للقصبة فهو غير 10 دراهم فقط. ودابا نخليكم تمتعوا بالفيديو. سجن تاريخي. كان بيحطوهم بالأرض، كيحطوهم في الأرض وكيديروهم حدايا رجليهم ويديهم. كيكونوا دي الشو هنا